مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. نادي الصفاقسي يكبد الترجي الهزيمة الأولى في البطولة ومنذ فترة طويلة الترجي ما انهزمش. فاز النادي الصفاقسي على ضيفه الترجي التونسي بزوز أهداف مقابل صفر في المواجهة اللي جمعتهم اليوم في إطار الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وسجل ثنائية النادي الصفاقسي كل من وليد القروي والسكاري في الدقيقة 36 في الشوط الأول و79 في الشوط الثاني، وتوقف رصيد الترجي عند النقطة 16 في المركز الأول على بعد 3 نقاط من النادي الصفاقسي بعد انتصار اليوم. وتكبد الترجي هزيمته الأولى في البطولة بعد 32 مباراة، حيث لم يعرف تعمل هزيمة منذ 15 جوان 2019 أمام النادي البنزرتي. ترجي من وقتها ما خسرش، خسر اليوم على الترجي مردود باهت غضب جماهيري على اللاعبين، على مدرب الترجي معين الشعباني، على طريقة اللعب. أكيد الترجي تقريبا عنده مشكلة، صحيح قاعد تنتصر لكن ما فماش إقناع. ترجي فيرادس اللي في المباريات الأخيرة قاعدة تربح في واحد بلاش، وانتصار صعب جدا في الشامبيونز ليج مهلي بنغازي الليبي. أكيد اليوم توقفت سلسلة ترجي الإيجابية، وأكيد الجمهور الكل يطالب برحيل المعين الشعباني.